مساء الخير. اليوم حتكلم على جراحة الوجه والفكين وفوائدها واستخداماتها ويعني عيوبها وكيفية عملها. طبعا نقول جراحة الوجه والفكين نحن نقصد في الأساس اللي هو التقويم الجراحي. كيف يختلف التقويم الجراحي عن التقويم العادي؟ التقويم الجراحي انه نحن بنعمل تقويم للفكين العلوي والسفلي للأسنان، وبنساعد التقويم بالجراحة لكي نضع الأسنان في الإطباق الصحيح. فمثلا في الحالات اللي فيها ضمور أو رجوع في الفك السفلي ورجع الفك السفلي راجع لورا، مستحيل فقط بالتقويم نقدر نرجع الأسنان لفوق مسافة كبيرة عشان تطابق اللي تحت. وحتى لو رجعنا الأسنان لفوق، المشكلة تكون في الفك السفلي، فصعب نصلح الفك العلوي اللي هو في الوضع الصحيح للفك السفلي اللي هو في الوضع ليش المريض أو الراجع. فحنرجع الفك العلوي للفك السفلي. في هذه الحالات ما ينفع فقط نعمل تقويم، خاصة يعني نتكلم نحن التقويم الجراحي هذا يتم عمله في الكبار، لأنه في الصغار الناس اللي عندهم ضمور في الفك السفلي ممكن نحن نحفز نمو الفك السفلي في حالات كثيرة إذا تم علاج الطفل أو تحفيز النمو في سن مبكر. في أمثلة كثيرة، لكن خلينا نعدد إيش الحالات اللي نحتاج فيها التقويم الجراحي. الحالات تشمل أول شيء زي ما قلنا رجوع شديد في الفك السفلي، أو رجوع شديد في الفك السفلي وتقدم في الفك العلوي شديد. طبعا في الكبار مش في الصغار، مش في الأطفال اللي بينمو في مرحلة النمو. كذلك الناس اللي عندهم الابتسامة اللثوية، الفك العلوي يكون نازل. المرضى اللي عندهم ميلان في الفك العلوي والفك السفلي، عندهم ميلان في الفك السفلي يكون الفك مايل. برضو في أنواع من العمليات اللي يتم من خلالها توسيع الفك العلوي بالتقويم الجراحي، خاصة إذا كان عندك ضمور أو ضيق في الفك العلوي، ضيق في نفس قاعدة الفك، بحيث إنه الأسنان صعب إنها تطلع بالتقويم فقط. يمكن تقريبا هذه أهم الحالات التي يتم عمل فيها علاج التقويم الجراحي. برضو أحيانا في الحالات العكس، لما يكون عندك نمو زايد أو الفك العلوي يكون متقدم أو الفك السفلي يكون راجع، يكون في علاقة الصنف الثالث وتكون شديدة بحيث نحن ما نقدر فقط نعدلها بالتقويم. في بعض الأحيان برضو العضة المفتوحة، يكون الإنسان عنده عضة مفتوحة وصعب علاجها فقط بالتقويم، عضة كبيرة ونجد انه العضة مفتوحة بسبب انه الفك العلوي طالع كده والفك السفلي نازل على تحت، بحيث انه طبيعة الفك عملت المشكلة هذه. ففي هذه من اهم الحالات يتم عمل التقويم الجراحي فيها. ايش خطوات التقويم الجراحي؟ اول ما نبدأ نعمل تقويم، اول شيء نعمل طبعا خطة العمل. لازم خطة العمل يتم فيها التنسيق بين الجراح ودكتور التقويم، وعادة لو في جراح ودكتور تقويم يشتغلوا مع بعض خلاص يكونوا فاهمين بعض وبيسووا عملية خلاص. يعني انت تبدأ مع دكتور التقويم هو already يعني متواصل مع الجراح، وبيوصلوا عادة بيعملوا خطط عمل معروفة لديهم. فأول بعد التشخيص المناسب والاتفاق على العلاج نبدأ نعمل التقويم الجراحي، نخطط له، نبدأ بالتقويم أول بحيث نعدل علاقة الأسنان اللي فوق ونضعها في الوضع المثالي للفك العلوي، واللي تحت نضعها في الوضع المثالي للفك السفلي. يعني المشكلة لو كانت عندك الصنف الثالث الأسنان الفك السفلي راجع والأسنان اللي فوق راجع لورا شوية، نعدل اللي فوق ونعدل اللي تحت بحيث إنه الجراح لما يجي يقدم الفك السفلي يضع الفك السفلي في العلاقة المناسبة وفي العضة المناسبة اللي يرسمها دكتور التقويم. فنبدأ أول شيء نعمل وضع الأسنان وتعديلها لكل فك على حدة. بعد كده نبدأ نعمل إيش؟ عملية جراحية. طبعا قبل العملية الجراحية يتم تخطيط العملية الجراحية أفضل شيء الآن بحاجة اسمها Virtual Prediction or Virtual Models، اللي هي العمليات اللي هي تخطيط العملية الافتراضي. ناخد أشعة ثلاثية وتترسل لمعامل معينة يتم فيها تخطيط العملية، بحيث إنه الجراح يجي يلاقي يعني يعمل عملية خطوة خطوة وبطريقة دقيقة جدا، حتى فين القطع، مكان القطع يتم تحديده في الجراحة بحيث انه ما يتأثر العصب، لانه كثير من مضاعفات العصب احيانا يصير له تنميل. وبعد ما نخلص العملية بثلاثة اربع اسابيع حسب ما يرى الجراح، طبعا بعد العملية بيدوك مطاطات تمسك الاسنان في الوضع الصحيح. وعشان نضع المطاطات قبل العملية بنحط مشابك معينة تتحط
وبعدين يصير الجراح يقدر يربط الأسنان مع بعض. بعد العملية بنعمل تقويم أيضا عشان نفنش الحالة ونضع الأسنان في الوضع أو الإطباق الصحيح. بعد كده تعمل وثبت عادي. فعني كأنك بتعمل عملية تقويم فقط بتساعد التقويم أنت في النص بجراحة. إيش المضاعفات اللي قد تحصل؟ في مضاعفات معروفة إنه بعد العملية يصير عندك تنميل في الفك السفلي مثلا، وتنميل في المنطقة اللي يتم فيها مسك العصب اللي موجود. بعد كده التنميل هذا بيخف المفروض خلال 6 شهور، يصير في انتفاخ بعد التقويم لفترة معينة ويخف الانتفاخ، يكون عندك صعوبة في فتح الفم وتقفيله. بعد العملية طبعا الدكتور بيعطيك إرشادات معينة لازم أنت تعملها عشان تتخلص من كل هذه المضاعفات. إذا تم عمل أخطاء في العملية، من الأخطاء الشائعة أنه ما يتم وضع الأسنان في الإطباق الصحيح، والفك ما يعني ما يتم تقديمه أو تأخيره بالطريقة الصحيحة. ممكن أحيانا يحصل أنه الفك ما يلتئم كويس بعد القطع، أحيانا العصب يصاب بطريقة ويتم قطعه أو التأثير عليه بحيث أنه يبقى التنميل فترة طويلة. أضف إلى ذلك المضاعفات اللي ممكن تحصل بسبب البنج. فإذا قررت تعمل عملية أو أحد أشار لك بعمل العملية، لازم أول شيء تعمل التشخيص الصحيح من طبيب التقويم. هل ممكن علاج الحالة دي بدون تقويم أم لا؟ بعد كده نقول والله نختار الجراح المناسب. الجراح لازم يتفاهم مع دكتور التقويم، يكون بينهم يعني تناغم كبير. وبعد كده برضو اختيار المستشفى المناسب، مكان يكون التنويم فيه صحيح وعندهم غرفة عمليات ممتازة جدا. هذه من أهم الاحتياطات اللي لازم تأخذها. طبعا التحمل من المريض، لازم يتحمل إلى نهاية العلاج. برضو أنا نسيت أذكر أنه ممكن من ضمن الحاجات اللي يعني الخيارات أو الحالات اللي نحتاج فيها تقويم جراحي، لما يجيك المريض عنده تقدم في الفك السفلي وباين واضح أنه هو بيشتكي من تقدم الفك أو ميلان الفك، صعب أنت تقول والله لا، أنا بالرغم أنه أنا أقدر أصلح العلاقة دي بالتقويم، لكن المريض يبقى مشتكي من أنه فكه كبير أو فكه راجع. فنحن لازم نحل المشكلة الأساسية اللي عند المريض. بعض المرضى عندهم يعني ميلان برضو واضح هو بيشتكي منه، فبرضو هذا لازم يعني نعالجه بالتقويم الجراحي. فهذه برضو من ضمن الانديكيشنز فور التقويم. ايضا من ضمن المشاكل اللي يعني قد تحصل بعد التقويم انه الانف ممكن يكبر يعرض اذا تم رفع او تحريك الفك العلوي، فهذه برضو حاجة لازم نناقشها مع الجراح، وفي عمليات معينة تتعمل خلال التقويم عشان نمنع حصول حاجة زي هذه. هذا طبعا مختصر مفيد لعملية التقويم الجراحي وأهميته وكيفية عمله. وإذا في أسئلة أخرى لها علاقة بالتقويم الجراحي، الرجاء إرسال المراسلة معي، مراسلتي عن طريق اليوتيوب تحت تضيف الملاحظات وأنا أجيب عليها. ولا تنسوا الاشتراك في القناة، وإن شاء الله بإذن الله في فيديوهات أخرى سأقوم بتنزيلها خاصة بالجراحة التقويمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.